شفت يا بنت عمي شلون صار كورونا؟ لا حدا عفوت ولا حدا عفوت بطلع هيك اريح مشان ما حدا يجي لعند حدا ولا يخلصونا شيء. اي والله حتى تبهدلنا ما عاد نلاقي مكان نروح نحلو فيه شاوربنا. اي والله. اي يا ابن عمي صار عبارك منك. ام 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 افتح باب سقامي. لخ حدا بيجي عند حدا بالواد. لكن لا تحكي كثير وتقر ام شوف مين عبده باب سقامي. لخ من اولي ما في عندنا شاي ما في قهوه ولا في شيء. يا ابن عمي لا تسوي وجع راس وتصير لي كحتوت. قوم افتح باب سقاق لتكون ولادك جايين. قوم نعم شد حلبيتك تقيله يا لطيف. ايه ما عجبك الحلبيه يوم؟ لا يوم ما عجبك. اه اقولك بلا 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 لا مو بلا روح حبيبي روح خلي يروحوا لا ما بيصير. ما في حدا هون. لك ما بيصير. قوم ربيتك ما عجبك الحلبيه يا بعدي. ها عم هذا ابني جايب الشله كلها وجاي خلينا نرجع عن الله إذا ترجعنا ناكل أكل من البركة ما نفتح عمرنا لله جزاك الله خير. شو رأيك يا أبي؟ والله الحمد لله. إيش في ما في؟ والله ما في شيء. إيش في مزعوج؟ والله ما في شيء. ليه معصب؟ خذ أهلين حبيباتي أهلين حبيبي أهلين محمود حبيبي أهلين تحسلم على نانا أهلين محمود شو رايك أمي؟ أهلين محمود أهلين مرحبا نانا لك يا ابني مو سلم على أمك سلم على نانتك أهلين تسنيمو أهلين سلمي على نانتك إي والله سلمي على نانا سلمي اهلين تسنيم روحي بركي بابا روحي بركي مني يو شو رايك يا امي؟ اهلين ابني اهلين ابني اهلين ايش بابي؟ ايش يا ابني بتشبهي ناس ما بتشبهي نادك بتشبهي نادك ها ما بتشبهي امك؟ حجر امك شاضومي ها ما بتشبهي اياها بتطلعي لنانتك مفهوم؟ شوي بشقلك لك اياها طول بالك على الولد يا ابني جاي مش جاي الحجر الصحي مو جاي الحجر الصحي اطلع من بيتكم؟ لك جاي نعمل الحجر الصحي عندكم بالبيت لا نحن بنروح معكم نسوي حجر صحي عندكم بالبيت طه لا 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 اولادي يضلوا عندي بدك تروح روح لحالك جايين نحن نعمل عندكم يا بنا طلعنا ما في حدا كل العالم طالع يلا نحن يا ابني مرض كله مرض انا مرضان مرضان ويزا انا مرضان هذا بعد مجالك كله نعم مين دي واقف جنبك غير يا ابي انا دي واقف جنبك خلي ما بدي الحجر الصحي لك ما بدي الله لا يعطيك عافية طلعني ايدك يا ابني لا امي ليش عم تضربي لنا الولد صغير صار عم تضرب مانتو صغير هو صغير ايه بدي تطلعي لالي ما تطلعي لامك الشاطومي مو حبيبي روح بروك يلا روح بروك محمود روح بروك يلا روح روح عدو انت صار مثل امك روحي عندي يونيكي روحي ما حبيتك ما بعرف ليش خلص خليك يونيكي بركي يونيكي يا خليلي هي رح تطلع على ديك ستة هي رح تطلع على ستة ما تعلمها مثل امها الشاطومة تصير مثلها اذا تطلعت اذا تطلع على ستة هي يا ابنة ها؟ إذا تطلع لستك إياه صح لك يوم صح لك الله المهم إيش عندنا نتعشى جايين نتعشى أنا والولاد مالنا ياكلين صدمة كبيرة هي والقلب هيك عندي جاف حيرة قلبي حدا بيجي من بيته جوعان؟ لك جاي شفت بحياتك حدا جاي من بيته جوعان؟ أبي نحن ما جبنا شيء للبيت جينا لعندكم نتعشى أو نحن كمان البيت جوعانين ميتين من الجوع خلينا نموت من الجوع شو نسوي؟ شو بدك تطعمينا منين؟ خلص روح جيب لك الجهاز وتعال على حسابك خلص هلا بنروح ابو عزاب بنط بجيب لنا يعني البراد فاضي؟ روح على البراد روح شوف وش في البراد ايوه يا محمود يلا محمود يلا يلا روح بابا وين تروح لا صار انت كمان جوعان؟ روح بابا روح ما في شيء بغل عليك روح اكل خلص خلي كل اللي ياكلوا الله يخليك الله يخليك جوعان الله يخليك لا تروح عم بدوز انا لك شو بدك فيهم؟ لخلصوا برات لخلي ياكلوا، لخلي يشوفوا حياتهم، لك هدول ولاد، انت ما كنت مثلهم؟ ما كنت عم تتزقهم مثلهم؟ هدول اولاد هدول وحوش، روح خلص
صبرت كل برا روح صبرت لنا بس احكي ايه صبرت لنا بس يا اولاد يا اولاد يا اولاد بس مش بقى خلص صوتكم خذوا راحتكم انتوا صوتكم شوي علينا وجدو قولوا كلوا ايش بدكم كلوا ماشي تمام عظيم يلا قولوا بس طلعوا الصوت طلعوا الصوت احسن شيء روحنا احسن شيء خرب الدنيا علينا خرب الدنيا علينا ما شاء الله أحسن هو أش في ما شاء الله ما هو في قصب سو بخدوا يا ولد روح يا ولد احمد خلي احمد ولاده يروح ينقلع خلايا روح لك شو عم بيصير؟ روح لك شو عم بيصير؟ خربوا الدنيا خربوا الدنيا ولاده خلص صحيح مبروك عليك روح لك خلص يلا وين؟ محمود حبيبي بروح بروح شطح بلاهم بلاهم خلص بيتان تليفون انا بظبط له ايفون انا بظبط له بس ظبطوا خلص روحوا خذوا ولادك اطلعوا من هون يلا طلع شلون خربوا الدنيا خربوا البيت كله اكلوا الاكل كله ما عبوا شيء بالبيت خذوا روح الحاج روح بيتك سوي حاج صحي خيو عندي بدي حاج صحي خلص ابي خلص مثل ما بدك خلص مثل ما بدك خلص روحوا برا يلا الله المستعان خلص مثل ما بدك خلص رونا بدك خذ لك معك كمان عمد خربوا الدنيا خربوا الدنيا خربوا البيت خلصوا الاكل ما عارف لا اني انت حليب عساس انا بدي ايفون مخزن خزن لسنه قلت لسنه بنهار واحد خلصوه كله لكن بنهار واحد خلصوه كله ايش اسوي ايش اسوي ايش اسوي ايش اسوي خلص ابي خلص مشي الحال ما مشي الحال ما مشي الحال حلو هلا بجوز انام ابي اشوف مخلصين البراد كله كمان ايفون خلص انا بظبطه انا ابي خلص روح خذهم وروح اليوم ما بدي اشوفك هون اسكتوا خذهم وروح اليوم ما بدي اشوفك بالبيت هون عندي ها تمام انا واقف بابا ماي ماي ودي كنا طالعوا صوت البيت جدا خلص حبيبي ها خلص توبي توبي يلا تشطحوا يلا أروح أجيب لكم ماي بابا اخ بطني وجعني اوف كثير ريحه طيبه اوه هذا هو اللي تعب سيبه كمان تعب سيبه هنا ابطره شو؟ اوه ابطره تعب سيبه ايش افتعش بيبك افتعش بيبك ايش فيه؟ ايش مسوي هون؟ طلب غازات ايش مسوي؟ افتعش اصلا جده بعد عني بعد عني اصل جدا اوف الله خلصنا من الحجر من الحجر الصحي فطستي من ايش تلعب جوا في بوق قنابل غازين قنابل مزيله للدموع قصيره برمجيه